السلام عليكم اعزائي متابعين شركة نويكار اوتو لجاز سيارات. اليوم اخوان رجعنا لكم ببث جديد على سيارات المتوفرة لدى شركة نويكار اوتو لجاز سيارات. طبعا وصلتنا وجبة جديدة من سيارات التاهو موديل 2023 مع ضمان شركة المنصور 3 سنوات شامل العراق بالكامل. اخوان الموجودين بالبث اريد منكم تكتبوا لنا تم بالتعليقات حتى يصعد الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين، وان شاء الله نحن ننطيكم يوميا بكل الأوقات جميع التفاصيل وجميع المواصفات وجميع الأسعار والضمانات على جميع السيارات المتوفرة لدى شركة نويكار أوتو لجاز سيارات. اكتبوا لنا التم ولا تنسوا تسوونا لايك همينا أخوان. بالنسبة للسيارات موديل 23 عندنا جميع المواصفات، تريد الالتي موجود، الالاس موجود، أما بالنسبة للبريمير فقط فئة البريمير موديل 2022. أما بالنسبة للالتي نص مواصفات والالاس أقل مواصفات موديل 2023 مع ضمان 3 سنوات شامل العراق بالكامل. أخوان بالنسبة للبريمير عندك هذا المرغوب اللي يجي العلامة السوداء مالتها. طبعا بالنسبة للحساسات الأمامية موجود اللايتات زينون ويلات 20، دوسات موجود ثابتة، دخول ذكي بواسطة البصمة. أما بالنسبة للدواخل عندك جلد فور ويل كوشنات كهرب، هذا عندك الفور ويل موجود هنا، الرادارات المانع التصادم الامامي، رادارات تحديد المسار، نظام تركشن اوف كنترول، هاند بريك كهربائي، هذا هنا موجود الرادار مانع التصادم، كروس السرعه، الاتصالات، شاشه مقاس كبير بتدعم نظام الابل كار بلاي. شكرا لك استاذ ابو اسعد على التعليق مالتك. طبعا بالنسبه للكوشنات الاماميه بتدعم خاصيه التدفئه والتبريد، ثلاجه مركزيه موجود، فتحه سلايد بانوراما. طبعا التحكم بالستيرن يصير كهربائي، وشاشه الدشبول بالكامل الكتروني ديجيتال. صندوق الخلفي كهربائي، عندك شاشات خلفيه بلادي مقاس كبير. هذا الديزاين الداخلي للسياره. بالنسبه للشكل الخلفي نحن نعرف الشكل الخلفي مالتها. طبعا السياره سعرها 7 شدات و75 ورقه وهي الرقم كامل. تستلم سياره موديل 23 ضمان 3 سنوات مواصفات ال تي العلامه السوداء. اما بالنسبه لل اس طبعا فروقات هوايه بين ال اس والال تي بسعر 6 شدات و40 ورقه ويا الرقم موديل 23 وايضا العلامه السوداء المرغوب. اخوان الموجودين بالبث بلا زحمه اكتبوا لنا تم بالتعليقات، خلي يصعد الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين. هذا بخصوص سيارات التاهو. بالنسبه للبريمير سعرها 8 دفاتر و27 ورقه ويا الرقم. تاهو بريمير الفول يجي الداتا شو الجكات العلامة السوداء، هذا سعره الفول فول يعني ماكو بعد اقل اكثر من هذا مواصفات، ب 8 شدات و27 ورقة ويا الرقم. شكرا لك استاذ هيوا. بالنسبة للمونتيرو، مونتيرو 22 وارد خليجي، الكت الرياضي فول مواصفات 1 على 1 ضمان 5 سنوات، سعرها 3 دفاتر و75. مثل ما بنلاحظ بيها اللحاية الامامي الخلفي، شباك اسود، ويلات مكحل اسود، وايضا الملصقات الموجودة هنا على الجانب والكتات الرياضية الموجودة فوق الستيرن بسعر 3 دفاتر و75. طبعا دواخل جلد لون احمر. اللي يريد سياره كت رياضي العفو تك قمارة بيك اب فور ويل جير عادي محرك 2700 ساس ضمان 3 سنوات الشكل الجديد موديل 23 بسعر مناسب، سعرها 2 دفتر و93 ورقه ويا الرقم. اللي عنده شركه مقاولات، شركه نفط، شركه مواد غذائيه، يريد مساحه خلفيه هواي كبير، عندك هذا التك القمارة يفيدك، سعره 2 دفتر و93 ورقة ويا الرقم. هذا بالنسبة للتك. أما بالنسبة للبريمي، بريمي 22 بيكاب هاي لوكس، كمواصفات ما نقاصر بالنسبة للمواصفات، السيارة بها شاشة، كاميرا، حساسات، غلاف البطي الخلفي، عندك هذا الملصق الخاص بالبريمي فاتر وعشر ورقات ويا الرقم طبعا. خلينا ننتقل لسيارات المستعمل. عندنا اكس تريل وارد خليجي موديل 19، سيارة اكفل لك اياها بدون شخط، بدون صبغ، بدون ماكينة وجير سليم 100%، سيارة بها مواصفات، بها بصمة، بها جلد، بها فور ويل، بها ويل كاب كروم، السكك الموجودة على السقف، كوشنات جلد، بسعر فقط 2 دفتر و50 ورقة، لون نفطي داخل ماروني. سيارة نظافة 100%. سعرها 2.5 دفتر. شكرا لك استاذ حسين. خلينا ننتقل لسيارات البيك اب، الهايلوكس 6 سلندر. 6 سلندر محرك 4000، نفس حجم مال محرك سيارات اللاند كروز والبرادو. سياره من ساس ضمان 3 سنوات شامل العراق، الكت الرياضي المرخوب. طبعا
بالنسبة للمواصفات مثل ما بنلاحظ الكت الموجود هنا، المرسقات مال الساس الموجودة على الجانب اللي منطية جمالية السيارة ومنطية طابع رياضي، حساسات خلفية، غلاف البضي. طبعا اخوان هذا الشكل البلادي مال السيارة، هذا اللي ينطيك الوكالة ضمان عليهم 3 سنوات. تريد الغلاف هذا على حسب ذوق الزبون، تريد الرقبة مالتها موجود، تريد الهوق الخلفي همينا نخلي لك الهوق، تريد الشباك الامامي نخلي لك، اليدات نيكل، تبريد مركزي موجود، كوشنات مخمل بلادي لون ماروني، يدات نيكل، جميع الجامات اوتوماتيك، اشارات الترحيب مال الهايلوكس موجود، هذا البصمه. طبعا المرايا شفط، جميع الجامات اوتوماتيك، والوحيد مال الساس والجهان اللي يجي ويجي كوشنات اماميه تدعم خاصيه التبريد، الوحيد مال ساس. عندك شاشه، كاميرا خلفيه بلادي، نظام الباور، نظام الايكو، شاحن وايرلس، فور ويل، نظام قفل الاكسل، مانع الانزلاق، والدقم مال تبريد الكوشنات الاماميه، وايضا طفايه الحريق المثبته البلادي، وهذا الديزاين الداخلي بسعر 4 شدات و18 ويا الرقم. اخوان اليوم مسوين عروض بالنسبه لسيارات التويوتا الهايلوكس ب4 شدات و18 ورقه، تستلم سياره صافي، سياره باسمك، يوم واحد تكمل المعامله، معقب معاملات يسوي لك كل الاجراءات اللي عليك انت تبصم، تستلم سنويه باسمك. هذا بخصوص الستة سلندر الشكل الجديد الشكل الرياضي. خلينا ننتقل لسيارات الميتسوبيشي، ميتسوبيشي اوتلاندر الشكل الجديد. شكرا لك استاذ ياسين واستاذ حسين على واستاذ احمد واستاذ حما بالنسبه للتعليقات مالتكم. اخوان الموجودين بالبث اكتبوا لنا تم بالتعليقات، خلي الفيديو يصعد ويوصل لاكبر عدد ممكن، هذا اللي نحن نريده منكم بلا زحمه. عندك اوتلاندر 23 ميد ان جابان، يابان اصل، هواي ناس تشبه هذه السياره بسيارات الرانج روفر، حرامات نشبهها ويا سيارات الكورية او نقارنها ويا السيارات الكورية، لانه كواليتي المواد جدا عالي، محرك السيارة كبير 2500، يولد قوة حصانية 181، سيارة بها ضمان 5 سنوات، سيارة الشانسي مالتها نفس الشانسي الموجود بسيارات المرسيدس الكهربائية. شنو فائدة هذا الشاصي؟ ينطيه للسيارة بالسرعات العالية ثباتية للسيارة، رزانة بشكل مو طبيعي، كأنك عتقود سيارات المرسيدس، وسعرها مناسب ومواصفاتها ممتازة. سيارة طبعا هذا نص مواصفات، ولكن المواصفات اللي موجودة بهذا السيارة هو اللي يحتاجها أكثر شيء السائق. تريد إضاءات بالكامل LED موجود، تريد حساسات أمامي خلفي موجود، ويلات كروم موجود، مرايا شفط، بصمة جلد، كوشن كهرب. طبعا وضعيات القيادة 6 وضعيات القيادة، السيارة تجي All Wheel Drive. عندك هنا وضعيات القيادة، جير من 8 نمرات، هاند بريك كهربائي، اوتو هول، شاشه بلادي بتدعم نظام الابل كار بلاي، وايضا كاميرا خلفيه تجي دواره ويا حركه السيرن. السيرن كهربائي، عندك تحكمات السيرن جهتين، جير شفتات للقياده الرياضيه، كواليتي المواد جدا عالي، عندك هنا كله تطعيمات، هذا كله جلد، وهذا البلاستيك مقوى، واقوى وافضل وارقى انظمه الاي بي اس الموجوده بالسياره. 7 ايرباج للامام والخلف همينه موجود. بسعر فخط 3 شدات و45 ورقة ويا الرقم. سعر تاهو استاذ 23 ال LS سعرها 6 شدات و40 ورقة ويا الرقم، اما بالنسبة للبريمير سعرها 8 شدات و27 ورقة ويا الرقم. طبعا اخوان بالنسبة للاسعار اذا جنابك شراي تواصل ويا قسم المبيعات، هسه تواصل وياهم ينطوك ان شاء الله اقل سعر بالسوق. 4 حساسات خلفية. هذا بالنسبة للون الاسود مالتها. شكرا لك استاذ عمر واستاذ عماد واستاذ رائد وماهر على التعليقات مالتكم، شكرا لك استاذ جعفر. بالنسبه للالوان، هذا اللون الماروني، عندنا اللون الماروني واللون النفطي، هذا النفطي يجي داخل ماروني، خلينا نشوف الدواخل مالتها. سياره كصرفيات وقود جدا ممتازه، كل 14.6 كيلو تصرف سياره لتر واحد فقط، شوف الفخامه الداخليه للسياره، سياره فخمة بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم هذا السيارة هواي شبهوها بسيارات الرانج روفر بالنسبة للشباك الأمامي مالتها. هذا بالنسبة، خلينا نشوف اللون الأبيض همينة. اللون الأبيض مال السيارة. أوتلاندر الـ 23 الشكل الكلاسيك، اللون الأبيض يجي داخل قرميد. هذا الداخل قرميد يا إخوان. بالنسبة للشكل موديل 22 الاوتلاندر سبورت،
نفس بالنسبه للمحرك، نفس المحرك 4 سلندر 2500، موجود مواصفتين، فول مواصفات وايضا النص مواصفات. بالنسبه للفول مواصفات سعرها دفترين و90 ويا الرقم، اما بالنسبه للنص مواصفات سعره دفترين و75 ويا الرقم. طبعا الويلات 18 كروم مكحل اسود، مرايا شفط، عندك بصمه للبابين الاماميات، كوشنات كهرب، جلد، شاشه، كاميرا خلفيه. الكوشنات الاماميه بتدعم خاصيه التدفئه، بيها هيتر، هاند بريك كهربائي، اوتو هولد، هذا الدقم مال تدفئه الكوشنات الاماميه. بالنسبه للجير اكو ميزه بي، الدي والدي اس، الدي نورمال والدي سبورت الرياضي، وايضا نظام الايكو الاقتصادي همينه موجود، يعني احسب حسابك السياره بيها 3 وضعيات للقياده. فتحه سلايد، بصمه، كسيستم صوت بيها السياره 6 سماعات. هذا بالنسبه للفول. هذا الشكل الخلفي مالتها. خلينا ننتقل لسيارات العائليه، سياره اكسباندر ميتسوبيشي، 7 راكب، سياره سهله، سياره مانا معقده، سياره بسيطه، سياره فول مواصفات، موديل 22، اقتصاديه بالوقود. تقدر تخلي عليها نورمال اعتيادي، الماكينه مالتها 4 سلندر 1500 من نوع المايفيك، ارقى محركات الميتسوبيشي. هواي ناس ما تعرف شنو الماكينه مال المايفيك، اخوان نفس ال 1500 توربو، ولكن التوربو هو يجي حساس للبنزين، اما بالنسبه للمايفيك ينطيك الاداء مال التوربو ولكن مو حساس للبنزين، تخلي عليه نورمال اعتيادي. سياره اقتصاديه بشكل مو طبيعي بالوقود، كل 15.6 كيلو تصرف لتر واحد فقط. يعني كل 16 كيلو تقريبا تصرف لتر. شباك امامي اسود، الاضاءات LED، عندك ويلات 16 كروم، مرايا شفط، سياره واسعه من الداخل، عائليه، واهم شيء هو التبريد المركزي الموجود بالسقف. 4 قطع للجهه الخلفيه، وهذا التبريد منفصل عن الجهه الاماميه اخوان. تبريدها ثلج، والسياره مساحه جدا واسعه. كوشنات جلد، جميع الالوان متوفره ان كان للخارج وان كان للداخل. تريد الماروني، تريد الاسود، تريد الجوزي، والدواخل نفس الشيء، تريد الماروني، تريد البيجي، تريد القرميلي، كل الالوان متوفره. سعر فقط دفترين و20 ورقه ويا الرقم كامل تستلم سياره عائليه 7 راكب اقتصاديه بالوقود ميتسوبيشي يابان. هذا الشكل الخلفي. بالنسبه لسيارات البيك اب، بيك اب الميتين دبل قمارة ناصي جير عادي بنزين، سيارة هذا مال شغل، سعرها دفترين و22 ويا الرقم، ضمان 3 سنوات شامل العراق من الوكيل، سعر فقط دفترين و22. ملصقات موجود، تريد الغلاف الخلفي موجود، سيارة واسعة، قصتها ناعمة، تبريدها ثلج، تحكم ستيرنج هي يسار، عندك هنا التحكم بالمرايا كهربائي، مانع الانزلاق، مسجل بلادي، جير عادي بنزين. هذا الديزاين الداخلي، سعرها دفترين و22 ورقة ويا الرقم. سيارة دبل قمارة، جير عادي بنزين، ناصي. هذا بالنسبة للتاهو ال ال اس. خلينا نشوف الشكل الخلفي مالتها. هذا تاهو ال اس بسعر 6 شدات و40 ورقة ويا الرقم. اخوان هسه عروض بالنسبة للأسعار. اليوم الاسعار احتمال مع الايام الجاي تصعد الاسعار، يفرق السعر عن اليوم. الشراي يتواصل اليوم قبل باشر. اليوم الاسعار بها عروض، 6 شدات و40 تاخذ تاهو ال اس ويا الرقم 6 شدات و40. ضمان شركه المنصور موديل 23. عنواننا اربيل تقاطع مخمور قبل شركة البيبسي. اي سؤال او استفسار لا تنسوا تتواصلوا ويا قسم المبيعات. بالنسبة للكامري، كامري وارد خليجي، مواصفات الجي ال اي، سيارة كمواصفات تعتبر فول بالنسبة للخليج، سعرها 3 دفاتر و35 ورقة. السيارة بيها سلايت، بيها كوشنات كهرب، بيها منفاخ للظهر، سيارة ويل كاب كروم، عندك اللايتات زينون، عندك البصمة، عندك شاشة دشبول الكتروني. السيارة كاقتصاديات وقود كل 17.9 كيلو تصرف لتر. السيارة 2500 حجم المحرك. هذا الدواخل مالتها، حتى إشارات الترحيب موجودة عند فتحة البيبان. المرايا شفط، شاشة، كاميرا، هاند بريك كهربائي، أوتو هولد، تبريد مركزي موجود همينة. طبعا أخوان بالنسبة للكامري التبريد مالتها ثلج. أعزائي متابعين شركة نويكار أوتو لجار السيارات، شكرا لحسن المتابعة.